مرحبا بكم جيل قناة أريناس. نتجدد الترحاب زيوم النهارة أسي راكم نصل الوصفة المايونيز. صراحة في التصبحة نتحسن زيني دن زبارة معلبة ونسين شي من دايس مايونيزة يتحضى جي مدة قصيرة دغيا توجيه هذا بنادم مريا زوديك شان شلاضة ومان اني خديك شان حاجة نغني يعني تسهر رخا انا على الطريقه تحضير المايونيزا تبع انت المراحل وها كنتي تفر 100% الحاج تم زوالوت اضف مولينيكس هذا يسنق ايجنت مجشت رخدني انحي ثمجشت نغ ايجن 9 سيكوند ثاني شي حاجه نخرج تقريبا ثغنجش طم قرنت تجغسي كونترنت اي حركه اذا اخذني الفيغاني الزيت شوي شوي خزنت كي الطريقه من زيغاني خز الزيت يعني كل شي حاجه اني دروس 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 حتى الكمره الكميه يغاري رخدني توريغ مايونيسينو بدات نجمع امني اسمها شحال مثلا زنت الكميه كتا ثاني نتا الزيت اتزنت نش ركاسان الزيت مش حي غادي يدي الصفر المايونيز
مايونيز نو اقا القوام مي خنت حصال اقا اضنت فا اقا القوام مي خنت حصال باش اتزنت كوتشي سلعين مجردة مايونيز صراحة غتسيج الكمية تنقرانت عاد غاري ثانيتين صراحة تفقدت سبحان الطس زقي غافي قرقيني بلا أذياني أو التفيق في نسكتا يتزغ الدكوار الخطر الدكوار ضو الصراحة يعني كي الكمية غا حداش خرخ أصلا المكونات بسيطة يعني إيجنت متجش أقل مش حيت الصفو أتمني غفيديو يا أتاف إعجبك أنت بالصحة والراحة